مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. حقيقة التقينا امبارح مع موقف إيماني جميل جدا عن المواساة. الدرس كان بعنوان أبحث عن إنسان، كان الجزء الأولاني امبارح، والنهاردة الجزء الثاني. وذكرنا في بداية الدرس بتاع امبارح قصة سيدنا جابر بن عبد الله لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جعان في غزوة الخندق ورابط على بطنه حجر من الجوع. لم يتحمل جابر هذا المشهد وراح لزوجته وقال لها: أنا عندك من طعام؟ قالت له: عندي كذا وكذا، يعني حاجة بسيطة يدوب تكفي النبي صلى الله عليه وسلم واثنين بس معاه. وإذا به يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله ندعوك إلى الطعام. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عمره ما كان عايش لنفسه أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، وراح منادي: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. وبالفعل جم أكثر من 1000 واحد وأكلوا من طعام البسيط دوت اللي كان عزمهم عليه جابر رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا بيأكلوا 10 10. ولكن قبل أن يأكلوا قام النبي وتفل، تفل يعني تفل من غير ريق، وسمى وبارك، فكان الطعام مباركا بإذن الله سبحانه وتعالى. 1000 واحد كلوا من قصعة واحدة وبقيت القصعة كما هي وكأن ما فيش حد كل منها خالص. ثم أعطى النبي القصعة لجابر بن عبد الله، قال: كل أنت وأهلك وأهدي لجيرانك. دي كانت موقف جميل جدا، وكان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى نتيجة إيثار جابر بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، المعجزة دي كان ممكن تحصل عند الخندق لكن لا، لازم تحصل في بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. واتكلمنا مبارح عن مدخل على في الإحسان إلى الفقراء وإلى اليتامى وإلى وإلى، والإحساس بآلام الغير ومحاولة مواساة الآخرين. واتكلمنا عن إن الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قسم المواساة إلى 6 أنواع. قال: أول حاجة المواساة بالمال، ثاني حاجة المواساة بالجاه، ثالث حاجة المواساة بالبدن والخدمة، رابع حاجة المواساة بالنصيحة، خامس حاجة المواساة بالدعاء والاستغفار، وآخر حاجة المواساة بالتوجع للمصاب، إن احنا نتوجع عليه وإن احنا نحس بألمه. تعالوا نشوف أنواع المواساة دي في عجالة سريعة قبل ما ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة المواساة بالمال. وذكرنا مبارح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله أو أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، إلى آخر الحديث اللي ذكرته ليكم. وأتمنى إن الحديث دوت لو تقدروا تصوروه من كتاب صحيح الجامع وتكتبوه وتعلقوه أو توزعوه على بعض، إن الحديث ده يعني أنا بعتبره هو العمدة في مسألة المواساة. حديث عجيب جدا جدا، رقم في صحيح الجامع رقم 176، هتلاقوه في المجلد الأولاني. تعالوا نشوف المواساة بالمال. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيقسم بالله سبحانه وتعالى على إن الإنسان يا جماعة اللي بيتصدق أو اللي ينفق أو اللي بيكرم الأيتام أو الأرامل أو المساكين أو الفقراء، يقينا ورب الكعبة فلوسه مش بتنقص. تخيل حضرتك لما أقول لك تعالى معاك كام، فبتقول لي معايا 100 جنيه، بقول لك هاخد منهم 10 جنيه، والمية جنيه دولت هيبقوا 790 جنيه، وفوق ده كله كمان هتاخد أجر لا يخطر على قلب بشر. في إنسان عاقل في الدنيا يرفض يا جماعة؟ مش ممكن. تخيل حضرتك لما تصدق بعشر جنيه من المية جنيه، فالعشر جنيه ديت هتبقى بكام؟ الحسنة بسبعمائة ضعف، يبقى العشرة في 700 يبقى 7000، مش 700 كمان، يبقى 7000، وبقى معاك 90 يبقى 7090، وفوق ده كله خدت الأجر كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى الخير ده كله، وفي نفس الوقت فلوسك مش هتنقص، هتزيد بالبركة وهتزيد بالخير وهتزيد بدفع المصاب. أصل إحنا مش لازم نحسب فلوسنا يا جماعة، إحنا في إيدنا كام؟ في إيدنا 5000 جنيه. مش هي دي بس الفلوس، لا في فلوس وفي يعني حاجات خفية إحنا ما بنشوفهاش. ممكن يكون 5000 جنيه في إيدي هي حالا، وممكن يكون في مصاب هينزل عليا ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم، المصاب ده كان هيكلفني 50000 جنيه.
مرض معين او حادث يحصل لحد من قرايبي، الحاجة دي هتكلفني 50,000 جنيه، غير العطلة غير البهدلة غير اني قريبي او حبيبي او ابني هيحصل له حاجة، واخد بالك؟ فربنا يرفع عنك هذا المصاب بايه؟ بصنائع المعروف. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الله، يعني ممكن الإنسان يعمل خير في نفس الوقت اللي بيعمل فيه الخير يكون فيه مصاب نازل فيدفع ويترفع بسبب الخير اللي احنا عملناه. عشان كده قلت عايزين نتحرك ونتحمس لفعل الخير. فالنبي عشان يطمنك كمان، والنبي عليه السلام لو لم يقسم فهو الصادق الأمين، معقول أبو جهل يصدقه وأنا كمسلم ما صدقش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أبو جهل لما كان يتسئل عن النبي عليه السلام ماذا تقولون في محمد، يقول هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم كما عند الترمذي بسند صحيح، يقول: ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة عشان يطمن قلبك قال لك ما نقص مال من صدقة. لو أنت تصدقت والله العظيم، ومش أنا اللي بقول ده، النبي عليه السلام بيقول لك والله العظيم فلوسك مش هتنقص. لو ما كانش عندك بقى يقين في الله وما أنتش مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مش هتنفق. إنما لما يكون عندك يقين في ربنا، وزي ما قلت لك أول امبارح في مسألة حسن الظن والرجاء، قلت حسن الظن يا جماعة والرجاء بيبان في حاجتين، فاكرين قلت ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا عند النعم وعند البلاء. عند النعم ربنا اداك فلوس، ها هتنفق، وعندك حسن ظن ان ربنا هيعوضك يبقى عندك حسن ظن. هتبخل يبقى عندك سوء ظن بالله، ان انا لو انفقت ربنا مش هيعوضني. وعند البلاء ان انت بتعلم يقينا ان الله لا يبتليك ليعذبك، وانما يبتليك ليهذبك ويقربك. يبقى ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. هذكر لكم قصة حلوة قوي، قصة حقيقية والله. أيام ما كنت في أحد الأماكن ساكن فيها من حوالي 12 سنة، كان لي صديق أخ حبيب بيصلي معنا في المسجد، وكان صاحب سوبر ماركت. فبيقسم لي بالله، وأنا عارف أن هذا الإنسان إنسان صادق جدا يعني، فبيقسم لي بالله أن حصل معاه أمر غريب جدا جدا بسبب هذا الحديث، وهو سبحان الله يعني فعل الأمر بيقين فوجد النتيجة في ساعتها. بيقول لي أنا كراجل صاحب سوبر ماركت لما بيجي داخل علينا شهر رمضان، باجي من يوم 15 شعبان مثلا أو 10 شعبان، أبتدي بقى أجيب شوية التمر والزبيب وجوز الهند والمكسرات والحاجات. بيقول لي يعني أهو بيبقى برضو مصدر رزق سنوي كده وربنا بيكرمنا بيه. قال لي فجبت كذا شوال للتمر، وقلت هخلي شوال منهم للخير، يعني مش هبيع منه ولا تمرية، هخليه كده للمساجد اللي في المنطقة اللي احنا فيها. وقمت مبلغ بعض الشباب يبلغوا في المساجد، اي مسجد عايز تمر عشان الناس الصائمين لما يفطروا ساعة صلاة المغرب يجي ياخدوا شنطة كاملة ويحطوها في المسجد. فبيقول لي كان يجيني واحد من إدارة المسجد ويقول لي أنا من إدارة مسجد كذا، يقسم لي بالله بيقول لي والله العظيم أعبيله الشنطة كاملة كاملة تمر وياخدها، أجي أبص أتدور ألاقي الشوال كما هو لم تنقص تمرة واحدة. قلت له حاجة عقلية؟ قال لي والله العظيم وأنا أقسم لك بالله على هذا. قال لي فجاني واحد تاني فديته شنطة كاملة، لقيت بتدور بعد ما مشي لقيت الشوال كما هو. قال لي لحد ما وزعت تمر تقريبا على كل المساجد الموجودة في المنطقة وما زال شوال التمر زي ما هو. قال لي فلما بعته فني وانتهى في نفس اليوم. سبحان الله، ده بيفكرنا بكلام أمنا عائشة، يعني له شاهد من التاريخ زي ما بيقولوا. يعني أمنا عائشة بتقول لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك لي حفنة من الشعير كانت في رف لي، شوية شعير قد كده حطهم في رف كده، بتقول فكنت آخذ منه ولا أكيل، يعني ما كنتش بوزنه، كنت أقول بسم الله وموغدة وعجنة وعملة وخلصة خبز الشعير وناكل وننبسط. وبعدين أبص ألاقي الشعير لسه موجود، قعد عندها حوالي 4 شهور. قالت فلما كلته فنية، لما وزنته خلص. خدت بالك؟ ونفس الموقف ده حصل حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل كان قد جلس في البيت وعندهم رحى يطحنون فيها القمح أو الشعير، فبعدين زوجته بتقوله ما فيش أكل في البيت وما فيش والوضع وكذا كذا، طيب خلاص أنا معايا دينار أروح أجيب بيه أكل وكده. فقالت له طيب،
فراح نزل السوق بالدينار ده عشان يشتري أكل لزوجته والأولاده، فوجد إنسان فقير فصعب عليه منظره، فراح مديله الدينار وقال يعني ربنا يعوض علينا ويرزقنا. بيقول فلما عاد الرجل إلى البيت وجد الرحى قد ملئت قمحا، فقال لزوجتي من أين هذا؟ قالت هو من عند الله. سبحان الله. فقعدت تطحن القمح لحد ما عملت له خبز جميل وأكلوا و وكانوا كل يوم يأكلوا من نفس الرحى ولم تنتهي أبدا، خدوا بالكم. ففي يوم من الأيام الزوجة قالت يعني طب نكيل القمح ونشوف وزنه قد إيه. قال النبي فكالته ففني والذي نفسي بيدي، لو لم تكله يعني لو لم تزنه لو ما وزنتوش لظل الرحى يطحن ويدور إلى قيام الساعة. بيقول لو ما كانتش وزنته كانت البركة تفضل فيه إلى قيام الساعة. والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد في الموضوع إن النبي بيقول لك ما نقص ماله من صدقة، ما تخافش هتدفع وربنا هيكرمك ويعوض عليك. وإحنا عمالين بنتكلم عن دفع المال و عايزين ما ننساش يا جماعة إخواننا في الصومال، يعني وإحنا ذكرنا الآية اللي في سورة المائدة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بمبلغ بسيط جدا. وإن شاء الله نعرض لكم في الحلقة القادمة اللي هتكون يوم السبت إن شاء الله، لأن أنا بس يعني أرجو أن تقبلوا اعتذاري، أنا بكرة يعني معتذر عن حلقة الغد لظرف خاص وكده، وهنستكمل إن شاء الله المواقف الإيمانية يوم السبت، عشان بس تبقوا عارفين يوم الجمعة أجازة إن شاء الله ويوم السبت نستكمل. فإن شاء الله يوم السبت هجيب لكم مجموعة صور توضح لكم مدى المأساة اللي موجودة في الصومال. وقد وعدت إخواني في لجنة الإغاثة إن شاء الله أني مسافر معهم إن شاء الله إلى الصومال بعد العيد مباشرة إن شاء الله، لكي نستطيع أن احنا نقدم أي شيء لإخواننا وحبيبنا في الصومال، ولن نتأخر عن أي حاجة إنسانية في أي قطر من أقطار العالم أيا كان هذا القطر في أي مكان. فربنا يجمعنا وإياكم. أخويا وحبيبي مخرجنا الجميل الأستاذ خالد النجار إن شاء الله يعرض لكم الآن الأرقام بتاعة التبرعات ورقم الحساب عشان نقدر ان شاء الله، يعني مش عايز اقول نتبرع، انا عايز نقول ده حقهم، ده اقل حق الاخواننا في الصومال، يعني المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، وانما المؤمنون اخوه، يعني حاجه كتيره جدا نصوص من القران والسنه ان احنا لابد ان احنا فعلا يعني نتكاتف ونشيل بعض ونحس بالام بعض. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. حديث عجيب جدا رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. حضرتك تعلم أن دعاء الملك ليك أفضل من دعائك أنت لنفسك. ليه؟ هو إيه اللي بيحول أحيانا ما بين العبد وما بين استجابة الدعاء؟ الذنوب والمعاصي وأكل الحرام. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منزهون ومطهرون من أي معصية يعصى بها الله سبحانه وتعالى، فبالتالي دعاء الملك مستجاب. ولذلك حضك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أيضا نشر روح المحبة والمودة ومن أجل أن أنت تفوز أيضا بدعاء الملك، قال كما عند مسلم ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل مخصوص الحتة ديت يقول آمين ولك بمثل. يعني لو حضرتك في ضائقة ولك صديق أيضا أو جار أو قريب في ضائقة، ادعي بظهر الغيب من غير ما هو يشوفك وقول يا رب فرج هم أخويا فلان، فلما تقول كده الملك يقول آمين ولك بمثل، ودعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أي حد يا جماعة بينفق في ملكين مخصوصين بينزلوا كل يوم كل يوم يدعو للي أنفق ويدعو على الذي بخل. ما من يوم يصبح فيه العباد، والحديث كما قلت في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، يا رب اخلف على اللي بينفق، اخلف على الإنسان الكريم ده يا رب، يا رب اكرمه عوض علي يا رب يا رب يا رب، ده ملك بيدعي لك. والتاني يقول اللهم أعط ممسكا تلفا، يا رب اللي بخل على المسلمين واللي بخل على الفقراء واليتامى والأرامل يا رب يا رب تلف له ماله. يا لما ملك يدعي لك، وأعوذ بالله إني ملك يدعي عليك، مين بعد الكلام ده يبخل يا جماعة؟
مين بعد الكلام ده يبخل بعد ما يعرف ان في ملك كريم منزه مطهر عن المعاصي؟ خد بالك بيدعي لك بيقول يا رب يخلف عليك استاذ فلان فلاني، الاستاذ احمد مثلا، واحد اسمه استاذ احمد مثلا لو انفق، فالملك يقول يا رب يخلف على الاستاذ احمد يا رب. لو واحد اسمه مش عارف ايه امسك يقول يا رب اتلف ماله يا رب. يا مين يتحمل ان ملك يدعي عليه بتلف المال؟ والملك دعاءه مستجاب، خدوا بالكم يا جماعه. ولذلك سبحان الله، عمري في حياتي، في حياتي اللي عشتها دي كلها، عمري ما شفت انسان كريم الا وربنا سبحانه وتعالى ميسر له كل اسباب الخير ومعوض عليه وكرمه اخر كرم. وعمري ما شفت انسان بخيل الا وسبحانك يا رب يفضل بخيل وعمال يحط القرش على القرش، وبعد ما يجمع مره واحده يقول لك فلان اعلن افلاسه مره واحده، مع انه كان عنده ايه ملايين ومليارات ومش عارف، مره واحده افلس. ليه؟ بخيل، بخيل. والملك دعا عليه اللهم اعطي ممسكا تلفا. ولذلك النبي كان بيعلمنا بصوره عمليه ان عمره ما نسي حد ابدا. مش ربنا اللي قال كده؟ لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. عمر ما النبي نسي حد ابدا. شوف لما النبي هاجر من مكة للمدينة أول حاجة عملها إيه؟ بناء المسجد. ثاني حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أنت أخو فلان وأنت أخو فلان، شيلوا بعض، شيلوا بعض، اكرموا بعض، حبوا بعض، أوعى حد يبخل على التاني. لدرجة أن صورة واحدة بس، صورة من آلاف الصور، نقلت لنا في صحيح البخاري ان عبد الرحمن بن عوف المهاجري اللي كان معاه فلوس بس ساب كل حاجه لما هاجر، ما عرفش ياخد فلوسه والمشركين احتلوا بقى داره وفلوسه، خدوا كل حاجه يعني. نزل وهاجر الى المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيع. سعد بن ربيع انصاري وكان رجلا من اغنى اغنياء المدينه، فاذا به يقول، خد بالك شوف بقى سبحانك يا رب، شوف الكرم بقى وشوف المؤاخاة وشوف وصية النبي بتتنفذ ازاي. شوف لما النبي يقول لك فلان ده اخوك خد بالك منه، فانت ممكن يكون عندك مثلا كام، تمتلك مثلا مليون جنيه، فتيجي تقول لاخوك ايه دي 1000 جنيه مشي بيها حالك ولما يخلصوا ابقى قول لي. انما عبد الرحمن بن عوف لما النبي قال لسعد بن ربيع ده اخوك، سعد بن ربيع ما عملش كده. سعد بن ربيع بيقول له ايه؟ بيقول له لاني من اكثر الانصار مالا، انا من اكثر اهل المدينه عندي فلوس، عندي فلوس كثيره جدا، ما بخلش بقى وما خباش ما عملش ما دراش. هو عبد الرحمن عارف يعرف ايه؟ يعرف ايه اللي عنده؟ ما يعرفش. ده راجل لسه جاي من مكه رايح المدينه، قابل سعد بن الربيع، النبي قال له ده اخوك، في مؤاخاه بينك وبينه. هل عبد الرحمن بن عوف يعرف سعد بن الربيع عنده ايه؟ هل هيروح يفتش؟ لا طبعا، هو من نفسه قال له إني لمن أكثر الأنصار مالا. طيب بعدين قال له فخذ هذا نصف مالي. عندك قد إيه سعد مثلا رضي الله عنه وارضاه؟ عندك مثلا مليون دينار، خذ نص مليون. في حد في الدنيا ممكن يعمل كده؟ بالله عليكم شوف الإيمان في قلبه عامل إزاي، شوف الثقة واليقين، شوف حسن الظن بالله. قال له فخذ نصف مالي، مش كده وبس، وعندي زوجة. دي بقى اللي هتخلي عقلك يطير، وعندي زوجتان. طب وبعدين ايه المطلوب؟ قال له فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها تزوجتها انت. سبحانك يا ربي. العرب دول يا جماعه كانوا اغير الناس على النساء، لدرجه ان احد الصحابه، وطبعا الكلام ده نحن لا نؤيده بس هو غلط، غلط مش الغيره يعني، غلط الموقف اللي احكيه دلوقتي حالا، لكن حصل ان احد الصحابه زوجته في يوم من الايام ركبت فرس من غيرته بعد ما نزلت قتل الفرس. طبعا الكلام ده غلط، بس انا بذكر لك المثال ده ليه؟ عشان اقول لك شوف عندهم غيره قد ايه، وشوف عشان خاطر وصيه النبي قال له عندي زوجتين، بص لهم، بص لهم. ده الواحد فيهم كان يعني ممكن عقله ده يعني يطيش لو ان واحد لمح ثوب، مش جسم، ثوب زوجته، بيقول له لا بص لهم. فأيتهما تعجبك، ما قالوش بقى، ما قالش ايه مثلا عندي زوجتين واحده مثلا مريحاني والثانيه تعباني، او مديله اللي تعبان اقول له يا اخي ما راجع اخوه ومحبه يعني ولا ايه اسمه خلص منها. لا ده قال له أيتهما تعجبك اطلقها.
طب ما انت ممكن تكون بتحبها يا سعد، مش مشكله، ده وصيه النبي. حسيت بالمعنى الجميل ده؟ انت ممكن تكون قرات الحديث ده قبل كده 100 مره لكن ما حسيتش بالمعنى ده. رجل عنده غيره على امراته، ممكن يكون بيحبها بس مجرد ان النبي وصاه على اخوه قال له هديك نص ثروتي، وبص لزوجات الاثنين اللي تعجبك اطلقها لك، ولما تمر العده بتاعتها تتجوزها انت. في المقابل بقى شوف العفه يا اخي، سبحانك يا رب. قال له بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. يا اخي انا مش عايز حاجه. شوف الكرم كان في مقابل العفه. لذلك واحد مره بيقول لاحد المشايخ، بيقول له بقى يعني يا ربنا ما يرزقنيش كده بواحد زي سعد بن الربيع، يقول لي يا اخي خد نص ثروتي وعندي زوجتان انظر اليهما، فايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت؟ قال له اه، لما تكون انت في عفه عبد الرحمن بن عوف ربنا هيرزقك بواحد في كرم سعد بن الربيع. الصنف ده مش مع ده. ولذلك لما دخل رجل شحات على هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه، فبيقول له اعطني مما اعطاك الله، داخل يشحت. فهارون الرشيد قال له اسال الله ان يرزقك، يعني باللغه المصريه ربنا يسهل لك. فالرجل وشه كده ايه، جاب الوان الطيف وازرق واحمر، وبعدين زعلان قوي، فقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ فهارون قال له ايه؟ قال له ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافة. الصنف دوت مشي مع الصنف ده. واضح يا جماعه؟ شفت قد ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام بيؤاخي بين سعد بن الربيع ويؤاخي بين عبد الرحمن بن عوف، ويقوم سعد يقول له هذه المقوله العجيبه التي سطرها التاريخ، سبحان الله. ولما بيكون في ايثار وفي محبه بالمنظر ده بيبقى البركه فعلا شامله المجتمع كله بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام، والحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من شده الجوع لم يتحمل فخرج من بيته. خرج من بيته يعني يبحث عن طعام، مش لاقي لقمه في بيته، في بيوته التسع. ده مين؟ ده سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. النهارده ممكن تلاقي مثلا في البيت 3-4 ثلاجات، او ثلاجه وديب فريزر، او ثلاجتين وديب فريزر، حاجات كده فمزاء ومليانين، وتسال الراجل من دول اخبارك ايه، يقول لك كده ان يعني والله مقضينا بالعافيه يعني، فاهم ازاي؟ اه سبحان الله. يعني وقليل من عبادي الشكور. ربنا ادانا نعم بجد، يعني ما اعتقدش ان في امه من الامم ربنا يصل لها كل هذه النعم اللي احنا فيها، من مكيفات لتلاجات لغسالات فول اوتوماتيك. يعني النهارده المراه ربنا يحفظها الحمد لله في راحه كبيره. كنا نذكر امهاتنا زمان كانوا بيتعبوا ازاي في غسلهم واكلهم وشربهم وحياتهم، دلوقتي ما شاء الله يا دوب المراه كل اللي بتعمله تحط الغسيل وتقفل الباب، خلص الغسيل تفتح الباب، يعني المشكله كلها في الباب، واخد بال حضرتك؟ وبعدين يبقى يرجع الزوج من الشغل تقول له بقى ده يعني حضرت اكل، تقول له حضر اكل امتى؟ ده انا طول النهار بغسل، فاهم ازاي؟ يكون اللي عملته حطت الغسيل وقفلت الباب، فالله يكون في عونها يعني، فاهم ازاي؟ اه فسبحان الله، شوف ربنا مدينا نعم قد ايه؟ لذلك سيدنا موسى لما طلب من قوم بني اسرائيل ان هم يروحوا لفتح بيت المقدس، قبل ما يطلب منهم التكليف ذكرهم بالنعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم. بعدها بدأ في التكليف، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى آخر الآيات. قال لهم إيه؟ شوف، إذ جعل فيكم أنبياء. بني إسرائيل عمرهم ما عاشوا من غير نبي، بل كان أحيانا يجتمع عندهم اثنين من الأنبياء زي سيدنا موسى سيدنا هارون، خد بالك، زي داود وسليمان الى غير ذلك، كان احيانا بيجتمع اكتر من نبي، فما كانوش يقدروا يعيشوا، ده هم في عز ما هم موجودين مع الانبياء، وكانوا انت عارف سيره بني اسرائيل يعني عامله ازاي. فتخيل بقى انهم يعيشوا من غير انبياء، فكان ربنا اكرمهم بانه على طول نبي يموت او يقتل، على طول ثاني يوم يكون في نبي ثاني، خد بالك. فسبحان الله، فبيقول لهم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. ايه ملوكة ديت؟ بيفسرها ابن عباس رضي الله عنهما، بيقول لك فكان كل رجل في بني اسرائيل عنده دار وزوجة وخادم، خد بالك، ومركب. اربع حاجات، زوجة وبيت وخادم ومركب. المركب ده ممكن يكون حصان، ممكن يكون جمل، ممكن يكون اي حاجة، فاهم ازاي؟ فبيقول من كان عنده الاربع حاجات دولت كان يسمى في بني اسرائيل ملكا، وجعلكم ملوكا
ولذلك قال بعدها وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم. إحنا الآن يمكن عايشين في عيشة لا تخطر على قلب بني إسرائيل، ما شاء الله، يعني في ناس عايشة حياة لا تخطر على قلب بشر، واخد بالك؟ ورغم ذلك وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وهو جعان، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فمين اللي قبله؟ أبو بكر الصديق. ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. شويتين طالع عمر بن الخطاب مقابلهم، ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال ما الذي أخرجكما أنتما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أخرجني إلا الجوع. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. أنا كمان جعان جدا ومش لائم، فخارج جعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح معد على واحد من الصحابة وراح مخبط على بابه. الرواية مسلم لم تذكر اسم الصحابي، لكن رواية الترمذي بسند صحيح ذكرت أن هذا الصحابي هو أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم ابن التيهان اللي كان دي موقف في بعث العقبة الثانية حضرتكم لو تذكروه. فطرق النبي الباب فخرجت امرأة أبو الهيثم ابن التيهان فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأضياف رسول الله. فقال لها أين أبا الهيثم؟ قالت يا رسول الله يعني يأتي بالرطب من على الشجر، يعني بيجيب شوية طمر كده من على الشجر وجاي حالا. فأول ما جاء أبو الهيثم بتيان لقى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، قال والله ما أحد أكرم أضيافا مني، فيش حد في الدنيا عنده ضيوف أفضل من اللي عندي. فحط الرطب قدام النبي عليه الصلاة والسلام وجاب التمر ورطب ولبن ومية، وبعدين دخل بقى عشان يطبخ بقى، فهم زي؟ فأوصى زوجته أن تأتي بشاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إياك والحلوب، لو كان في شاة بتحلبوها ما تدبحهاش، ادبح شاة ما كنش بتحلبوها. شوف حرص النبي حتى عشان انه ما يشكش على ايه، على هذا الرجل، عشان ما يحرموش من نعمة اي شاة بتدر عليه الخير في البيت. فراح جاب شاة ودبحها في ساعتها على طول وسلخها في دقائق معدودات، وادى نص الشاة لزوجته تطبخها والنص الثاني وقف يشويها. شوف الموقف بقى الجميل، اول ما حط الاكل قدام النبي عليه السلام واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ رغيفا ويضع فيه قطعه لحم كبيره ويقول لابي الهيثم ابن التيهان ارسل بها الى فاطمه ابنتي فانها لم تصب مثل ذلك منذ 3 أيام. ما ينساش حد ابدا، عمره ما ينسى حد ابدا صلى الله عليه واله وسلم. شوف المعاني الجميله دي. اذكر يا جماعه والله ليس يعني مساله شخصيه، لكن ليس من باب يعني التزكيه، ولكن سبحانك يا ربي الله يرحمها رحمه واسعه، امي اللي فعلا يعني انا يعني في كل زمان ومكان افتخر بهذه المراه الطيبه الصالحه، يعني فعلا امراه والله الا ازكيها على الله، يعني فعلا يعني تحس انها جايه من زمن الصحابه وعايشه في زمننا، الله يرحمها رحمه واسعه. كان واحنا كنا ناس عاديين، يعني الحمد لله احنا ما كناش اغنياء ولا حاجه، ناس بسطاء جدا يعني. ورغم ذلك عمرها ما تطبخ طبخه الا لما الاقيها محضره مثلا 4-5 صحون واحيانا 7 صحون كده اطباق يعني، ومثلا عامله مثلا ملوخيه او عامله مش اي اكل من الاكل اللي بتعمله، وهي كان ما شاء الله كان ليها نفس وبركه كده في الاكل عجيبه سبحان الله يعني. فكانت تحط اطباق كده تقول لي محمود يا ابني اطلع للحاجه فلانه اديها، قول لها امي بتسلم عليك، والحاجه فلانه اطلع لها بطبق. فاقعد اضحك معاها اقول لها امي انت هتعملي الاكل وتفرقيه على الجيران؟ قالت لي يا حبيبي ده البركه بتحل يا ابني في الاكل لما ما ننساش جيراننا. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم وهي بقى بفطرتها الطيبه مش قال لواحد من الصحابه، قصدها طبعا ابو ذر الغفاري، مش قال لواحد من الصحابه كتر الشوربه واسقي جيرانك؟ يعني هو فعلا النبي قال كلمه فيما معناها، قال له اكثر المرق وايه واطعم جيرانك، يعني طالما هتعمل فرخه مثلا وهتعمل لها شوربه مثلا او لحمه وتعملها شوربه كتر الشوربه ببلاش، وحط شويه شوربه كده في طبق وودي لجيرانك اسقيهم شوربه حتى، واخد بالك؟ فهي كانت تعمل بالحديث ده بقى. فكان سبحان الله شوف البركه بقى كانت تحل ازاي. تيجي انت مثلا طالع للحاجه فلانه السلام عليكم ازاي حضرتك يا حاجه عامله ايه؟ اهلا يا ابني إيه الحاجه بتسلم على حضرتك وبعت لك طبق الملوخيه دي. يا سلام ربنا يبارك لك فيها يا ابني ربنا يبارك في عمرك. طب استنى يا حبيبي انا محضر لك طبق باميه، واخد بالك؟ فاطلع بملوخيه انزل بباميه. قوم طالع للشقه الثانيه
سلام عليكم يا امي، ازاي حضرتك؟ عامله ايه يا حاجه؟ الحمد لله يا ابني، ازاي صحتك؟ الحاجه بتسلم على حضرتك وبعت لك الملوخيه. يا سلام، ربنا يبارك فيها يا رب. يا سلام، طب ثانيه واحده يا ابني. خير يا امي؟ لحظه بس واحده، انا عامله النهارده مسقعه. فما شاء الله، اطلع الملوخيه انزل مسقعه، انزل مش عارف ايه، سبع انواع من الطعام تتحط على المائده وانت لم تصنع الا طعاما واحدا. هل كان هدف الله يرحمها انها مثلا بتعمل تبادل عمله؟ يعني ايه بتعمل ملوخيه عشان جايبين باميه ومسقعه وفاصوليا وبسله حاجه كده؟ لا طبعا، انما هي كانت حب، حب في الله. وهم زي ما تقول القلوب الارواح جنود مجنده، فما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. كان في نفس التوقيت ربنا سبحانه وتعالى بيحبب القلوب في بعضها. دي قاعده بتطبخ وتفكر في جيرانها، والتانية في نفس الوقت بتطبخ وبتفكر في جيرانها، فلما دي بتبعت التانية بتبعت، واخد بالك؟ سبحان الله. واحيانا كان يتم الاتفاق، على ما سمعت من بعض اصدقائي، كان يتم الاتفاق بين بعض الجيران اللي بيحبوا بعض. يعني مثلا ناس بيعزوا بعض قوي، ساكنين في بيت واحد، يا حاجة ام فلان هتطبخي النهارده؟ والله انا هطبخ ملوخيه. طب بصي، لا انا طبخت ملوخيه خلاص، اطبخي انت بقى. حاضر. وانت تطبخي مش عارف ايه، وانت كذا وانت كذا، ويقسموه على بعض، تمام؟ وكل واحدة تبعت للكل. سبحانك يا رب. والناس دي كانوا عايشين في بركة وفي خير. والله العظيم يا جماعة، حاجة لا تخطر على قلب بشر، حاجة جميلة بجد يعني. سبحانك يا رب. في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، وسلمان الفارسي تعب قوي قوي قوي، عشان تعرفوا بس قدر الدين الجميل اللي ربنا أكرمكم به، عشان نحس بقدر النعمة يا جماعة. بجد عشان نحس بقدر النعمة لازم نعرف الناس دي تعبت ازاي. يعني احنا الحمد لله طلعنا لقينا الاب مسلم والام مسلمة، والحمد لله يعني يا دوب كل اللي مطلوب مننا نصلي ونقرأ شوية قرآن ونذكر ربنا ونبقى امناء وصادقين، وحاجات امور لن تكلفنا اي شيء. الناس ديت بذلت كل حاجة عشان تبقى مسلمة. سلمان الفارسي ده كان من بلاد فارس، وكان ابوه بقى رئيس القرية، وكان هو اللي بيوقد نار المجوس. وبعدين بعد كده لما هرب عشان يبحث عن الديانة الحقة، وفضل لمدة 20 سنة، 20 سنة شاف فيها الذل الذي ما رأه أحد. اقرأ قصة سلمان الفارسي في كتاب أصحاب الرسول، ترى العجب العجاب. وبعدين لحد ما ربنا أكرمه ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ساعتها ابتلي بأنه أصبح عبدا عند رجل يهودي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من الصحابة أنهم يعينوا سلمان في أنه يكاتب هذا الرجل عشان يعتق نفسه، والحمد لله أعتق، وأول ما شهد غزوة الخندق. لكن الشاهد في إيه؟ فقال له بص بقى، ما أرى أحدا مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي، لكنه قد أضلك زمان نبي يبعث في يثرب المدينة المنورة، وهذا هو خاتم الأنبياء، فروح بقى إيه واتبعهم، هو ده بقى ايه، هو ده الخير كله. فقال له طب عرفه ازاي؟ قال له في ثلاث علامات. قال له ايه الثلاث علامات؟ قال له اول حاجة لا يأكل الصدقة، خد بالك من الكلام. تاني علامة انه يأكل الهدية، يعني يقبل الهدية لكن له لا يقبل الصدقة. طيب قال له الحاجة الثالثة، قال له بين كتفيه في الحتة دي كده خاتم النبوة، عامل زي عرف الديك، حاجة كده مدورة وطالع منها ايه كام شعرها كده، ايه زي عرف الديك، هي دي خاتم النبوة. قال له طيب، فمات هذا الرجل القسيس، وسلمان الفارسي بدأ يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن تيسر له أنه أصبح في المدينة المنورة. وكان طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث قبلها بسنوات طويلة في مكة، إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة. سلمان الفارسي عايز يعرف هل هو ده النبي اللي دل عليه الرجل القسيس ده ولا لأ؟ فأم رايح، خد بالك بقى، أم رايح بإيه؟ بطعام، ودخل عليه وقال له السلام عليك، أو السلام عليكم، علمت أنك رجل صالح وعندك أصحاب طيبون، وقد جئتك، خد بالك، وقد جئتك بصدقة. أول ما قال له صدقة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه ليأكلوا، وامتنع هو عن الطعام. الرجل قال له إيه؟ قال له إنه لا يأكل الصدقة. فقال سلمان هذه واحدة، أدي أول علامة. تاني يوم أم جايب له برضو أكل تاني وأم رايح له، قال له علمت أنك رجل طيب صالح، وعلمت أنك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية، دي مش بقى صدقة بقى، دي هدية. قال فأكل النبي، خد بالك بقى، ودعا أصحابه فأكلوا معه. ما بينساش حد،
عمره ما نسي حد صلى الله عليه وسلم. حتى ما جت العلامة الثالثة كان في جنازة في بقيع الغرقد، وسلمان الفارسي ما فضلوش غير علامة واحدة يتأكد من خلالها إن هو ده نبي آخر الزمان بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فقام رايح له، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام واقف عمال مشغول بدفن هذا الرجل، وبعدين الرداء ابتدى يتأخر لورا السنة كده، هو عايز يشوف خاتم النبوة، فبدأ يبص، فالنبي عليه الصلاة والسلام لمحه وحس إن هو بيستوثق من شيء، يعني عايز يتأكد من شيء. فراح عامل ايه؟ شوف، يا سلام عليك يا رسول الله، شوف الرحمه والحنيه، راح زيح له الرداء لورا خالص عشان يشوف خاتم النبوه. فاول ما شافه لم يتمالك نفسه، كان ممكن يستنى لحد ما يدور وياخد النبي بالحضن من قدام، لا، حضنه من ظهره صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: استدر، من انت وما حكايتك؟ فراح حكي له الحكايه كلها، عمل ايه وحصل له ايه طول العشرين سنة، وقال له على التلات علامات اللي الراجل قالها له ان دي من علامات نبي اخر الزمان. فسر النبي لذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من القصة ان لما قال له ديت هدية لم ينس اصحابه ابدا، ما قالش بقى هم واكلين امبارح الصدقة اكل انا بقى الهدية، لا، قال فاكل النبي ودعا اصحابه فاكلوا معه. من ضمن المواقف الجميلة حديث رواه البخاري إن سيدنا أبو هريرة أنت عارفين أنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، أسلم في عام خيبر، غزوة خيبر، وفي خلال أربع سنوات فرغ حياته كلها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ولتعلم العلم والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. عشان بقى الناس ما تقولكش ده ابو هريره بقى كان ايه، كان ما لا بيشتغل ولا بيعمل، لا، هو راجل كان مفرغ حياته كلها لطلب العلم، وهذا ما يفعله بعض العلماء، يعني الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من المشايخ الله يرحمهم رحمة واسعة رب العالمين، كانوا في بعض طلبة العلم كانوا بيفرغوهم ويقعدوهم في أماكن خاصة وينفقوا عليهم من أموالهم الخاصة، خدوا بالكم، علشان يتفرغوا لطلب العلم. ده مش معناه بقى أن طلب العلم ده بيتسول، لا، ما هو ما عندوش وقت يشتغل، هو كان بيفرغوا لطلب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفرغ أبا هريرة لطلب الحديث، وكان أبو هريرة، وعلى فكرة أبو هريرة ده معجزة من معجزات النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن أبو هريرة في يوم من الأيام قال له: يا رسول الله، أسمع حديثا منك فأنساه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. فبسط رداءه فقرأ النبي حديثا، قال له حديث من الأحاديث، ثم قال: أضمم رداءك. قال: فضممته. قال: فوالله ما أسقطت حرفا بعد ذلك، مش كلمة، حرف واحد، شفت ايه؟ فده كان معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما قال الحديث في الرداء ده وهو ضم الرداء خلاص، دي كانت معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ان أبو هريرة لا يمكن ينسى حديث بعد ذلك أبدا، عشان الناس اللي العلمانيين اللي بيشككوا في أحاديث أبو هريرة إنه كان يكثر من الأحاديث، ولذلك أمنا عائشة نفسها سألته، قالت: رأيتك تكثر من حديث النبي يا أبا هريرة. قال: أجل يا أمه، إنك كنت تشتغلين بالمشط والمشاطة وكذا وكذا وكذا، أما أنا فكنت أصحب النبي على شبع بطني. يعني بالله، أنت أحيانا كنت تعودي تتزياني للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كنت تبقى مشغولة في عمل البيت وإعداد الطعام، أما أنا فكنت ليل ونهار مع النبي عليه السلام علشان أتعلم على إيده العلم، وكنت لا أعمل شيئا، وحتى لما عاوز أكل يدوب النبي عليه السلام يعطيني بعض الأشياء على شبع بطني فقط. فقالت: لعل، يعني لعله فعلا يكون كده، سبحان الله. فأبو هريرة كان أحيانا يصرع من شدة الجوع، تخيل حضرتك واحد يوصل به مرحلة من الجوع أنه كان يترمى على الأرض ويجي له حالة صرع، فيقول إيه؟ فيجي له واحد يوم جالس على صدره ويقعد يقرأ عليه مثلا سورة البقرة، فيقول له: يا أخي، ليس بالذي ترى، والله العظيم الموضوع مش كده خالص، ده سندوتش كفتة حل المشكلة كلها، يعني فاهم إزاي؟ يعني وهو الراجل فاهم ان هو عنده صرع جني او حاجه زي كده، او حاله صرع عصب ولا بتاع، بيقول الموضوع مش كده خالص، ده هو سندوتش ولا لقمه هتخلص الموضوع كله وهروق. فابو هريره في يوم من الايام بيقول: اشتد بي الجوع حتى بلغ مبلغا، يعني خلاص هموت. بيقول: فرايت ابا بكر فسالته عن شيء انا اعلم به منهم. يعني ايه مثلا؟ بيقول: مثلا ايه؟ مثلا ايه نواقض الوضوء يا ابا هريره يا ابا بكر؟ هو عارف، بيقول: ده انا اعرف الموضوع ده مثلا، ده انا بدي مثال،
انا اعرف السؤال اللي بساله اللي انا سالته له ده اكتر منه هو نفسه. لكني ما سالته الا ليستتبعني. انا سالته السؤال ده لعل ابو بكر يفهمها كده وهي طايره، فيقول له طب ايه رايك ما تيجي بقى ندردش في السؤال ده في البيت، ونقعد كده عاملين في البيت شويه فته كده، فاهم ازاي، على حتتين لحمه، نقعد نتكلم وندردش ونشرب لنا كوبايتين ميه ساقعين كده ولا حاجه، وبعدين بقى ندردش في السؤال. فابو بكر ما فهموش، واخد بالك، فهو ساله راح ابو بكر مجاوب على السؤال. عايز يقول له يعني ده وقته، يعني ده انا هموت من الجوع. فراح مقابل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان عنده فراسه عجيبه لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد بسند صحيح ان الله اجر الحكمه على قلب ولسان عمر، وقال كما عند احمد ايضا بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. فسال عمر سؤالا قال وانا اعلم به منه. فعمر بن الخطاب راح مجاوب على السؤال، لكن عمر فهمها. بس المشكله في ايه؟ ان هو ما كانش عنده في البيت اكل، ولذلك لما قابله بعدها قال اما اني فهمت ما تريد يا ابا هريره، ولكن والله ما كان في البيت لقمه واحده، ولو كان في البيت شيئا مش ولا شيء لا يعني لا اخذتك معي. يعني عايز اقول له ايه، انا كنت فاهمك بس عملت نفسي مش فاهم، لان ما كانش في البيت اي حاجه اصلا. مين بقى اللي فهمه صلى الله عليه وسلم؟ بقى الحبيب المصطفى. فابو هريره مقابل النبي عليه الصلاه والسلام خارج من المسجد، فقال له يا رسول الله كنت أود أن أسألك عن حديث. فقال ما هو يا أبا هريرة؟ فرح قال له الحديث، والنبي عارف أن أبو هريرة سمع الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش بيسأله الحديث هو ما سمعش بكده، لا ده بيقول له حديث هو سمعه منه أصلا. فالنبي ابتسم وراح مدلعه قال له اتبعني يا أبا هر، واخد بالك. فأبو هريرة قال بس فرجت بقى، فرح معاه البيت. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل البيت قال هل عندك من طعام يا عائشة؟ قالت ما عندنا إلا هذا القدح من اللبن جاءتنا به امرأة من الأنصار. امرأة من الأنصار بعتت لنا قدح اللبن ده هدية. فأبو هريرة قال بس فرجت، شويتين لبن بس نشربهم. انتوا عارفين اللبن بالذات غذاء متكامل، كان النبي إذا أكل أي طعام كان يقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منهم، خد بالك. لكن لما كان يشرب لبن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، يعني زدنا منه، خد بالك. يعني اللبن بالذات غذاء متكامل. فابو هريره قال بس نشرب شويه لبن كده نسد بها الرمق والجوع والحمد لله رب العالمين. اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم له مفاجاه لم تخطر على قلب ابي هريره. قال له يا ابا هريره اتعرف اهل الصفه؟ قال اجل يا رسول الله. قال ادعوهم لي. اهل الصفه دول اضياف الاسلام، ناس فقراء جدا جدا وعايشين في المسجد، لا لاقين ياكلوا ولا يشربوا. كان كل اللي يجي للنبي عليه الصلاه والسلام يبعتوا لاهل الصفه عشان ياكلوا ويشربوا، دول اضياف في الاسلام. وعددهم قد ايه؟ 70 واحد. فابو هريره بص للقدح كده، طبعا حضرتك متخيل الموقف، القدح يا دوب يشرب ابو هريره ويعني ممكن شويه كده للنبي عليه الصلاه والسلام، هو وابو هريره جعان جدا. فبيقول وماذا يصنع القدح مع 70 من اهل الصفه؟ ده اول واحد هيشرب، هو في ذهنه يعني اول واحد هيشرب هو اخر واحد، يعني اللي سبق كان النبأ. فقال ولكنه، خد بالك بقى الحته الحلوه الجميله اللي لازم تكون شعار في حياه المسلمين، ولكنه لم يكن من طاعه رسول الله بد. الله، الاخت اللي مش عايز تلبس حجاب عشان الدنيا حر. الدنيا حر طبعا، وحضرتك اكيد لما تلبس حجاب هتبقي تعبانه، تمام، لكن ليس من طاعه رسول الله بد، لازم تلبسيه عشان طاعه لله وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنتحمل لان احنا ماجورين، وعلى قدر النصب والتعب يكون الاجر. اما انا ممكن اروح حج سياحي، اروح هناك في يوم عرفه وكده وخلص الموضوع واتبحلت بحتين والموضوع منتهي، فاهم ازاي؟ انما انا لما اروح بقى من اول يوم كده واتعب وافترش الـ يعني انام على الارض كده وافترش السماء زي ما بيقولوا، واخد بالك، وافترش الارض واتغطى بالسماء وحاجه بقى جميله وبتاع شويه تعب ونصب، كل ده هيكون في اجر بفضل الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وان كان ده صح وده صح، فالشاهد في الموضوع على قدر التعب والنصب يكون الاجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال ما دام النبي امر خلاص لازم نطيعه. فرح منادي على أهل الصفة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ اللبن وتفل. تفل يعني إيه؟
تفلي كده بس من غير ريق، تفلي هوا. ثم وضع يده على اللبن وسمى وبارك، بسم الله اللهم بارك. خلاص خلصت موضوع كده، خلص. ثم أمر النبي أبا هريرة أن يسقي القوم، ودي كانت مصيبة تانية. ليه؟ المصيبة الأولانية 70 هيجي يشربوا من قدح ده، طيب المصيبة التانية كانت أشد، إن أبو هريرة هيموت من الجوع وهو بنفسه اللي هيقوم يسقي 70 واحد. وانتوا عارفين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ساقي القوم آخرهم شربا، يعني هو مش هيشرب إلا لما 70 يخلصوا. يعني كان ممكن النبي يقول له اشرب يا أبو هريرة، وبعدين بعد ما تشرب وتروى كده اسقي بقى 70. لا، قال له إيه؟ قال له اسقهم يا أبو هريرة. أبو هريرة أنا طبعا متخيل المنظر، بيدي الأولاني عشان يشرب. أنا متخيل بس أنا لو مكان أقول له مثلا اشرب لنا وشفا بس خفة وخد بالك عشان يعني نلاقي حاجة إيه نشربها، فاهم إزاي؟ فأبو هريرة يقول فيشرب الرجل وأنظر إلى القدح فأجده كما هو وكأنما يمد من السماء. التاني شرب ويرجع القدح كما هو زي ما حصل في قصة سيدنا جابر بن عبد الله. والتالت والرابع لحد ما 70 شربوا، والحديث في البخاري 70 شربوا وبقي القدح كما هو. راح النبي باصص لأبو هريرة وراح ضحك وقال اشرب أبا هر. قال فشربت. اشرب أبا هر فشرب. اشرب أبا هر. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. اللبن اللي أنا شربته وصل لحد هنا، ما فيش مكان أحط قطرة لبن. ثم قام النبي وشرب الفضلة شوية الباقين. خد بالك، شفت قد ايه النبي بيعلمه وبيعلم الأمة، إن طعام الاثنين يكفي ثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وطول ما أنت بتبذل وما بتنساش إخوانك وأحبابك ربنا هيكرمك وهيوسع عليك وهيعوضك، وما تخافش. والله العظيم النبي أقسم لك وقال لك ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. اكرم جيرانك، اكرم أحبابك، اكرم إخوانك، وتأكد يقينا إن ربنا هيعوضك وهيوسع عليك بشكل لا يخطر على قلب بشر. عايز أقول لك حاجة غريبة أوي أوي. أنت عارف اللي مش بينفق ده، المال اللي في إيده ده، هي المشكلة في إيه؟ المشكلة مثلا ربنا رزق واحد مثلا بمرتب شهري 5000 جنيه. أحيانا يظن الإنسان يا جماعة إن 5000 جنيه ديت رزقه هو، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك. إزاي يا شيخ محمود؟ معلش الموضوع عايزين نفهمه. أقول لك حاجة بسيطة، ممكن يكون رزق حضرتك 3000 جنيه، فربنا بيرزقك كل شهر 5000 جنيه. ليه؟ علشان تكرم الفقراء اللي حواليك واليتامى والأرامل، و كأن ربنا أعطاك المال ده أمانة وبيقول لك طول ما انت بتوسع على الناس ديت انا هوسع عليك اكتر. واضح؟ ايه الدليل على كده؟ حديث في قمة العجب والجمال اللي في الدنيا، حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، والحديث ايضا في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله اقواما. الله، في ناس مخصوصة ربنا اللي بيختارهم وبيصطفيهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد. أعيد الجملة تاني، هعيد الجملة دي تاني، لسه بقيت الحديث بس أنا عايز أعيد لك الجملة دي بالذات. إن لله أقواما، احفظوا يا مسلمين، الله يبارك فيكم، إن لله أقواما يختصهم بالنعم، مش ليهم هم، مش لي أنا، لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها. بتاخد كل شهر 5000، في 3000 او 4000 دول بتوعك، الالف ديت انا بديها لك امانه عشان تنفق على اليتامى اللي حواليك، وهخلي ال 5000 موجودين معاك 5000 طول ما انت بتنفق، خد بالك. لكن لو ما انفقتش بقى لا هيبقى 1000 ولا 5. شوف بقى العقاب. ان لله اقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها. بقيت الحديث، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. والله الحديث محتاج يتسمع مرة تانية، ويا ريت لو تكتبوه،
واحفظ الحديث ده كده، انا عايزك تعمل حاجه وعايز حضرتك تعمل حاجه. ممكن ناخد الحديث دوت ونكتبه في ورقه ونكتب قبليه الحديث الاولاني اللي موجود في صحيح الجامع رقم 176 اللي هو احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم الى اخر الحديث. الحديثين دولت عايزكم تصوروهم بجد والله، صوروا الحديثين دولت. طب اقول لك حاجه، انا هقول لكم الحديثين وانتوا اكتبوهم سواء دلوقتي او في الاعاده الصبحيه، اكتبوهم واعملوهم في ورقه وصوروهم ووزعوهم على الناس، قول لهم شوفوا الخير ده اللي موجود في الحديث ده، ولو ما عملناش الخير ده هيبقى فيه عقوبه في الحديث ده. اقول الحديثين نقولهم باللفظ بتاعهم بالملي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني، والحديثين عند الطبراني في الكبير باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الناس الى الله انفعهم، اكتبهم، احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شفت الخير ده كله؟ أنا بعتبر الحديث دوت هو الحديث الأم في مواساة الناس. حديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن ربنا بيختصك بالنعم دي عشان تخدم الناس، لو ما خدمتهمش النعم دي كلها ممكن تضيع منك. خدت بالك؟ يبقى مش معنى إن واحد بياخد في الشهر 5000 جنيه أو حتى 10000 جنيه مش معنى كده إن ده رزقك. أحيانا ربنا يوسع عليك ويختبرك كأنه بيقول لك رزقك 7000 وال 3000 دول اكرم بهم اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين. لو ما أكرمتهمش هاخد منك السبعة والثلاثة. خد بالك، شوف المشكله فين. ان لله اقواما يختصهم بالنعم، مش ليه هو، لا، يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فاذا منعوها نزعها منهم فحولها الى غيرهم. الله اكبر، سبحان الله. سيدنا ابن عباس، احنا النهارده قضينا الحلقه كلها في مساله المواساه بالمال، وأرجو من أخي وحبيبي أستاذ خالد النجار يعرض مرة تانية أرقام التلفونات والتبرعات لإخواننا وحبايبنا في الصومال. الحمد لله عرضها، ربنا يبارك فيك يا أستاذ خالد، لأن فعلا محتاجين إن احنا نواسي إخواننا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحلقة اللي جاية إن شاء الله كل يوم السبت، أنا معتذر بكرة إن شاء الله، ويوم السبت هكون معاكم وأجيب لكم صور من المآسي اللي حاصلة في الصومال وحقائق بالأرقام ان شاء الله. ولما اسافر بعد العيد الى الصومال ان شاء الله نبقى نجيب لكم تقرير كامل عن الحياه اللي احنا هنشوفها في الصومال. النبي سيدنا ابن عباس كان داخل يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، فلقى واحد مكتئب وزعلان وتعبان قوي. ما بك؟ قال دين علي. قال له لمن؟ قال لفلان. راح قاطع المعتكف وخارج وقال له الى اين يا ابن عباس؟ قال ذاهب لاسد دينك. قال والمعتكف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا كاملا. الإمام عبد الله بن المبارك، سبحان الله، الإمام عبد الله بن المبارك في يوم من الأيام عرف أن تلميذ من تلاميذه يا جماعة كان يعني الدين دين كده، وراجل صاحب الدين دخله السجن. فالإمام عبد الله بن المبارك راح لصاحب الدين وراح دفع له فلوس وقال له لو سمحت روح طلعه من السجن ولا تخبره أني قد دفعت لك المال. راح الراجل صاحب الدين مطلعه من السجن، تمام كده. فابن المبارك رحمه الله رحمه الله قابل تلميذه، أين كنت؟ قال كنت مسجونا في دين علي. قال وكيف خرجت؟ قال جاء رجل مبارك جزاه الله عني خير الجزاء ودفع المال وأخرجني. قال من هو؟ قال والله لا أدري. قال ادعو له بخير. ما علم التلميذ ان عبد الله بن المبارك هو اللي خرجه من السجن الا بعد وفاه عبد الله بن المبارك. اختم حديث واحد فقط في هذه المساله،
ان اختم عفوا قصة واحدة في هذه المسألة، واختم بحديث ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرايه ممكن تتقي بها النار بفضل الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن مبارك كان متعود كل سنة يطلع من بلاده من مرو ويأخذ معاه جيرانه وحبايبه وأصدقائه عشان يروح يحج معاه، يقول لهم هاتوا الفلوس تاعكم سرر كده، ويكتب على كل سرة اسم صاحبها ويحطها في صندوق ويروح يحج، ويصرف عليهم بقى في الرايحة وفي الجاية لحد ما يرجعوا من الحج، ويروح مطالع على الصندوق ومد كل واحد فلوسه ولا يخصم منه إلا ثمن الهدي فقط. بس في سنة من السنين رايحين يحجوا هم في السكة، لقوا امرأة اعزكم الله بتاكل من مزبلة، فصعب عليه المنظر فتقدم نحوها وقال: يا أمة لماذا تأكلين من هذا؟ قالت: والله أنا وأهل قرتي لم نذق طعاما منذ أيام، مضى علينا 3-4 أيام أسبوع ما كناش لقمة. فرح مديها الصندوق كله، قال: هذا لك ولأهل قريتك. ثم نظر إلى إخواني وقال: هذا حجنا هذا العام، ده الحج بتاعنا السنة دي بقى. فلما عاد إلى مرو ونام في تلك الليلة سمع من يناديه في المنام ويقول: حج مبرور وذنب مغفور. أحيانا يا جماعة الإنسان ما فيش حد في الدنيا يتمناش يحج كل سنة، أحيانا الإنسان ممكن يحج كل سنة ويبقى فرحان وسعيد جدا. ولكن إيه رأيكم على فكرة حلوة أوام؟ حجيت مرة 2-3 وتمتعت الحمد لله رب العالمين بالفلوس ديت، ما تيجي بدل ما أنت تحج السنة الجاية طلع واحد فقير مش قادر يحج وخليه هو يحج بالفلوس ديت. خد بالك الحج هيتكتب مرتين، هيتكتب للي حج وهيتكتب للي دفع، وانت قاعد في بيتك ومروق الاناني ومريح نفسك وقاعد في المكيف، وراجل ده حج واسعدته وادخلت السعاده على قلبه وخليته يؤدي الفريضه اللي عليه واتكتبت في ميزانه وفي ميزانك. السنه اللي بعدها ايه رايك؟ بدل ما تروح تحج ادفع الفلوس ديت لشاب عايز يتجوز، هات له انت اسس له بيته، هات له غرفة نوم وصالون وأنتريه والسخان والغسالة والتلاجة بتمن الحج ب30,000 جنيه تملاله بيته كله خير بفضل الله سبحانه وتعالى. قول لي أقدر أعمل كده وحج؟ أقول لك جزاك الله خيرا، روح حج واعمل كده وأسس أسرة مسلمة. اكرم إخوانك في الصومال، اكرمهم. إخواننا اللي في العشوائيات بالله عليكم ما عايزين ننساهم يا جماعة، بالله عليكم المشروع اللي أنا قلته مبارح بالله عليكم عايز رجال الأعمال يتبنوه، ما تدفعوش فلوس لحد. لو انا جيت قلت لكم ادفعوا لي فلوس قولي لي مش هندفع، ما تدفعوش فلوس لحد، روحوا بنفسكم اتعرفوا على الناس الفقراء اللي قلوبهم مكسوره دولت، روحوا لهم يا جماعه، شوفوا اسره فقيره عايشه في عشوائيات، بدل ما تظبط له بيته ما هو في النهايه برضه هيبقى عايش في عشوائيات، طلعه والاقرب مكان عشان برضه ممكن يكون مصالحه وشغله مرتبطه بالمكان، لاقرب مكان هو ساكن مثلا في عزبه كذا وجنبها في منطقه كذا، جنبها بينه وبينها مثلا كيلو واحد مثلا او 2 كيلو، وروح هات له شقه اوضتين وصاله، ولو كان هو عايش لوحده في الشقه دي يا سيدي هات له شقه اوضه بصاله بحمام بمطبخ وبلكونه، وخليه يشم شويه الهواء ويشوف الشمس. ده في ناس والله ما بتشوف الشمس، والله النهارده وانا بقلب على احدى القنوات، والله اظن كانت قناه اقرا، كانت قناه اقرا النهارده كان في برنامج اسمه امه المطر، والله العظيم دخلوا على امرأة كبيرة في السن سنها حوالي 70 سنة عايشة في مكان أقسم بالله مليء لا شباك ولا بلكونة ولا حتى متبلط، مكان كده معمول بالحجارة مش متمحر ولا متبيض ولا متبلط ولا حتى في نور، ما فيهوش نور ولا ليه حمام ولا أي حاجة ولا ليه حتى الأخ كان بيسألها بيقول لها ما فيش عندك شباك؟ قالت له الحمد لله. طب ولا بلكونة؟ قالت له الحمد لله. طب أنت عايزة إيه يا حاجة؟